وسط محيط طبيعي يمزج بين خضرة الغابة وزرقة البحر، تتواجد قرية كريستل العذراء جوهرة الباهية وهران بمؤهلاتها الفلاحية السمكية والسياحية. كاين السلق، كاين المشتي، كاين السلطة ليتي، كاين الباربا، كاين البصل، البصل الابيض. واه كاين بزاف كاع هذا كي والو. وعاد السنين اللي كانوا بكري ما تجبرش من تحطي كرعيك. هاتي ما تجبرش من تحطي كرعيك. دروك راه شويه قليله. ها تسمى شويه البحر تاع كريستل مش كيما كان الوقت اللي فات تاع احنا على فوق الوالدين وكل شيء. بكري كانت تروح للمرشي. كانت تروح للمرشي زعما احنا نقولوا تاع القرو. دروك نقصت ما راهيش تروح للقرو، دروك غير بواكي هكا وراهم يتجروا هنا. وتروح ثانيك الغهرة من كل شيء. سولا شيئة شيئة لصوالحنا شيئين. قاطنوها توارثوا الفلاحة أبا عن جد، فحققوا اكتفاءهم الذاتي محولين بساتين متواضعة إلى جنات فوق الأرض، وجد مواطنون ضالتهم فيها لجودة خضارها وأسعارها المعقولة، خصوصا شهر رمضان. في كل تها وقت من البحيران غنغسلوها. غسلوها هنا؟ ايوا كل ساكن عنده قطعة أرض يقلع ويجيب يغسل ويبيع. هذه يجوا 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 من بارتو. تم بالعباس يجوا، العباس راهم يجوا هنايا شهر الواحد. نجي هنايا نشري خضرة فري، حاجة شابة. سيتو عندو المحلو يجي خضرة شابة، وسيتو الحوت. الحوت راكم تشوفوا هنايا سلعة فري تاع كريشل. عندنا كيما هكا اللفت، عندنا السلق، بارباك، شغل لي زانفيتي كيجو مكاش هادو اير، عاش اير كاين باطا وبصل هادوك باينين، هنايا كاين سلعة فري. ايا ونغسلو هنا في العنصر كي تعرفي هنا الماء ناتير في العين، سموه العنصر الصادر. نجو من ولاية وهران، نجو هنا نقضوا نشرو شوية حوت، نشرو شوية خضرة، السومة معقولة، الخضر والفواكه نشروها فري. والحمد لله الشعب كريستل هذا معروف بالكرامة تاعه. الشريحة نظيفة هو شعار هؤلاء الفلاحين الذين يعرضون منتوجاتهم الطازجة بعد جنيها مباشرة لبيعها بسوق صغيرة على ضفاف ينبوع مائي عذب يغسلونها في لوحة تصنع الاستثناء وتجلب العديد من الزبائن من مختلف ولايات الوطن.